الدقيق البني، لا تنسوا الدقيق البني، انا ما احب اخلط ابيض، البني كفايه هو ما يحتاج. ونحط طبعا الخميره على الجنب مع العسل زي ما علمتكم، نخلطهم على الجنب وبعدين نضيفهم على الوصفه. اوكي، الحين نضيف مويه بس على الخميره. بس ونبدا نضيف خلاص بعد ما طبعا يفضل مويه دافيه عشان تصحيها بسرعه، وبعدين نبدا نضيف المويه. هذه المويه شويه قليله بصراحه. يوم. فبس فدحين نحط شويه زبده على الطاوه. إن الحلو فيهم انه بتحسي يعني بانكيك على قطايف على كريب، بالضبط. فالنتيجه النهائيه بتكون شوي شبيهه بالقطايف.